الجمهور يتطلع انه يشوف منتخب الوطن يخوض مباراه تصفيات كاس العالم على ارضه. بالتاكيد هذا كان همنا الاول والاخير، بالتاكيد يعني سعينا في كل ما نملكه من امكانيات وفي سبيل ان نتجه او ان نوصل الى هذا الهدف اللي الحقيقه هو هدف اسمى من كل شيء، هو هدف اسمى من الفوز ومن الخساره ومن البطوله. توفيق من رب العالمين، قدرنا خلال العشرين يوم اللي مكثنا فيها في كربلاء أن نتعاون مع الحكومة المحلية مع القيادات الأمنية مع كل، قدرنا أن نظهر المباراة بمظهر لاق. الحقيقة انبهر بها الجميع، التنظيم كان عالي، الجمهور كان إضاءة كبيرة في هذه البطولة، كل المعنيين نجمعوا على أنه هي البطولة الأفضل في حياة يعني كل بطولات غرب آسيا. وبالتالي يعني لابد من رفع الحظر، لابد من اللعب في البصرة. الأمور الآن يعني حتى الآخرين اللي كان ببالهم يعني أنه قدر معين من العقلانية أو الغير العقلانية في أنه الحظر سوف يكون ولازم علينا أن نختار ملعب خارج البصرة، يفترض به الآن أن ينظر بالعين وينظر ويفكر بعقله بشبه امعان ويشاهد ما حدث في كربلاء من تنظيم عالي ورائع جدا يعني بشهادة العديد. هناك تطمينات من الوفد؟ يعني انا اخر كلامي اللي كان مع الكوميشنر المشرف على البطولة الحقيقة قال يعني بطولة رائعة جدا، كل التقارير اللي ذهبت تقارير جيدة جدا، يعني الامور اللي صارت يعني اذا كانت خروقات او امور اخرى هي ما كانت يعني تسيء او تسبب اثر على البطوله. البطوله يعني سارت وانتهت بشكل رائع جدا والكل راضي عنها. ومن خلال هذا الكلام انا اطمن الشارع الرياضي انه اللعب سوف يكون في تصفيات كاس العالم في محافظه البصره. بس البعض يتحدث هنا وهناك انه التصفيات كاس العالم مو في البصره، يعني في اربيل او في كربلاء. أنا أجزم أنه تصفيات كأس العالم القادمة سوف تكون في محافظة البصرة، ولا خيار لنا غير محافظة البصرة. العديد يوم الجمهور أكثر صورة جميلة عن الشارع الرياضي، رغم أنه هناك عدد من الجماهير يمتلكون بطاقة لكن ما دخلوا الملعب. يعني للأسف الملعب غير محكم، الملعب تفاجأنا به، ماكو ملعب اليوم ما يملك، ما فيه سياج آمن. ملعب يعني من كل جهاته مخترق، من كل جهاته دخل عليه الجمهور، من كل جهاته يعني ممكن ان ينفذ الجمهور. وهذه لاول مره بحياتي يعني اشوف ملعب، للاسف يعني ما اعرف شلون الناس القائمين على الملعب شلون ارتضوا ان يكون ملعب بدون سياج محكم. وبالتالي التوفيق من رب العالمين، يعني قدر الجمهور الكبير ان يكون يعني بصوره ممكن شفافه جدا، ويمكن شجع طيله 90 دقيقه ورحب اجمل ترحيب بالمنتخب البحريني، وبالتالي كان اضاءه كبيره وشمعة كبيرة في داخل الملعب. للتوفيق.